مع اقتراب موعد عيد الأضحى تعاود بورصة الأسعار الشد والجذب بين أسعار أضاحي مرتفعة لدى المواطن وزهيدة بالنسبة للموالين نظير ما يكابده من شقاء طيلة سنة، ناهيك عن أسعار العلف ومصاريف أخرى. الأسوان من زوج حتى الربعة، حتى الربعة ونص، حتى الخمسة. الكبش حتى الربعة، خمسة، ثلاثة ونص، 28. العلوش كذلك، ثلاثة، ربعة، 28. النعجة 25، 22، حتى الثلاثة. حاجة السلعة زينة معناها. خلينا بصح كي تشوف المصاريف رخاص. الآخر هو صغير هو ياكل اليوم. عدو ست شهور هو ولا سبعة هكذا هو ياك تخسر عليه يوميا. راح تكلف. معناها كي تحسب ولي يرجع لك للسيف. المشتري تبان له أسعار مرتفعة جدا. ومرتفعة على القدرة الشرائية تاعو، وبالنسبة للموال ينظر باللي هذا المبلغ منخفض جدا. على واش ينظر المبلغ منخفض؟ خاطر عنده تكاليف باهظة. ارتفاع الأسعار الذي يشتكي منه المشتري يرجعه الموالون إلى الغلاء في تكاليف الكلاء، ضف إليه تعامل السلطات المحلية في طريقة توزيع العلف على الموالين. راه الجثث هذا ما لقى والو، الرقاب بيضاء وماشينوار هذا ما طقنالوش. ماشينوار راه شايل من 300 لهي والويسيرها مسكرة. هذا الثروة يعني خاصها شعير. احنا راهم يعطونا في العام ألف شهر، ألف شهر يعطونا في العام، واش يكفينا؟ الا كيما الدواء نتاع الجيد هذا راهم يعني دواء موزين، راهم الجيد منا يداوها منا يصبح خارج فيه. فهل يتسبب الجفاف الذي مس المنطقة والتوزيع غير العادل للأعلاف في ارتفاع ثمن المواشي ما يجعل المواطن ضحية أسعار أضاحٍ لا تتناسب وقدراته الشرائية؟